السلام عليكم. اليوم راح نوريكم واحد الطريقة تخدم خدمة نيفلوز. انك تفتح اللام تاعك هكا شوي، بعد تفتح المجرف تاعك، بعد تحطو حاجة خفيفة هكا، لأنه نيفلوز فات منه ما شاء الله، رغم أن الطريق كانت يعني مش مستوية. شوف ما شاء الله، انظروا إلى كيف هي الطريق محدبة يعني وغير مستوية، ولكن بعد عملية تسويتها بالحفارة انظر وكأنها آلة تسوية يعني عملتها. ما شاء الله، وكأنها آلة تسوية مرت من هنا. هذه عملية تسوية الطريق بالمجرف الصغير، ولكن يعني الذي يساعد على جعلها هكذا مستوية هو الأرض، أنها صلبة يعني لو كان تراب لكان يعني تأتي صعبة قليلا، لكن انظر إلى تسوية ما شاء الله، احتراف بمعنى الكلمة. أرجو من إن شاء الله أن يفيدكم هذا الفيديو كثيرا.